هناك كتاب كبير للغة الفارسية يتألف من 25 جزءا يؤرخ للثورة الإيرانية الخمينية عبر وثائق السافاك. السافاك هذه المؤسسة الشاهنشاهية الأمنية التي كانت تثير الرعب في الأوساط الإيرانية. الكتاب عنوانه انقلاب إسلامي برواية أسناد سافاك. في الجزء 16 هناك وثيقة تتحدث وثيقة سافاكية تتحدث عن تنصت على مكالمة أجراها أحد المشايخ. إنه شيخ عباس واعظ طبسي. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي حدثتكم عنه والذي يؤرخ للثورة الإيرانية الخمينية وفقا للوثائق والتقارير التي جمعت من دوائر السافاك في إيران. واعرضوا لنا صورة شيخ عباس واعظ طبسي. هذه صورة أولى، واعرضوا لنا صورة ثانية. واعرضوا الآن الوثيقة السافاكية. هذه وثيقة سافاكية، إنها تقرير لتنصت على مكالمة يجريها شيخ عباس واعظ طبسي. اعرضوا لنا الصورة التي وضعنا خطا أحمر حول ما نريد بيانه في هذه الحلقة. الكلام الموجود في داخل المستطيل الأحمر، هذه الوثيقة وثيقة سافاكية، هي باللغة الفارسية قطعا، لكنني سأقرأ ترجمة ما جاء في هذه الوثيقة. هكذا يقول الطبسي في مكالماته في ذلك اليوم. في أي يوم؟ في أي يوم؟ 30/8/1357. زوجة الشاه متى زارت الخوئي؟ 29/8/1357. يعني أن المكالمة كان يجريها عباس واعظ طبسي في اليوم الثاني للزيارة. زيارة الملكة فرح للخوئي كانت في 29/8/1357. هذه الوثيقة أرخت بتأريخ 30/8/1357 هجري شمسي، يعني بعد الزيارة بيوم. فماذا كان يقول واعظ طبسي في مكالمته؟ اتصلت بالنجف الأشرف وتلقيت معلومات عن عقد الاجتماع.
أي اجتماع هم يعلقون في الوثيقة، هم يعلقون السافاك، لقاء صاحبة الجلالة الملكة فرح بهلوي مع آية الله السيد أبو القاسم الخوئي في النجف الأشرف. هذا الكلام كلام السافاك، يشرحون مقصد واعظ طبسي في مكالمته. ويستمر واعظ طبسي: لكن في رأيي يجب أن ينفي آية الله السيد أبو القاسم الخوئي هذا الاجتماع، وإلا سيصدر التحريم بحقه. أي تحريم؟ كان الكلام يدور بين الكثير من العلماء في إيران الذين كانوا من الخمينيين ومن غيرهم من الذين يناصرون الثورة. كان يدور الكلام فيما بينهم أن يصدروا بيانا، أن يصدروا بيانا يشتمل على فتاوى تحرم تقليد الخوئي وتحرم إعطاء الحقوق الشرعية للخوئي. هذا الكلام كان يدور لكنه لم ينفذ. لماذا كان يدور هذا الكلام؟ لأنهم كانوا يعلمون بأن الخوئي هو الذي رتب الموضوع. لو أن الخوئي لم يرتب الموضوع وآخرون رتبوا الموضوع فإن الخوئي لا يلام على هذا، لكنهم يعلمون علما حقيقيا، مثلما قال الخميني لحبيب الله أراكي من أن القوم يخططون لهذا الأمر منذ شهر، ومن أن الخوئي كان على علم تفصيلي بالموضوع لأنه هو الذي طلب هذا، هو الذي أراد أن يوجه رسالة للشاه وأراد أن يرسل هدية للشاه، فكان الموضوع من أوله إلى آخره من قبل الخوئي. أما الكلام الذي ضحكوا به علينا فهو جزء من الألعوبة الحوزوية الطوسية، وجزء من أكاذيب المراجع اللعناء الأنجاس الحقراء. لقد ضللوا أسلافنا وضللوا أجدادنا وآباءنا وضحكوا علينا بأكاذيبهم وقذاراتهم، وهذه الحقائق بين أيديكم. احترموا عقولكم، احترموا عقولكم وانظروا للذي يجري حولكم. هناك الكثير من الأمور أعرفها لكنني لا أمتلك الوثائق بخصوصها. حينما أمتلك الوثائق كهذه الوثائق فإنني أحدثكم، والأمور التي لا أمتلك وثائقها هي الأخطر والأخطر والأخطر، وهي الأقذر والأقذر والأقذر. أتحدث عن المراجع الذين ماتوا سود الله تعالى وجوههم، وعن الأحياء أركسهم الله في مهانتهم وحقارتهم في الدنيا والآخرة. نذهب إلى فاصل. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي وجهها شاه إيران إلى الخوئي يشكره فيها على الهدية التي أرسلها إليه مع الملكة فرح. إنه خاتم العقيق الذي نقش عليه يد الله فوق أيديهم. هذه الرسالة عثر عليها بعد انتصار
الثورة الإيرانية الخمينية. اعرضوا لنا صورة هذه الرسالة. هذه هي الرسالة. الملكة فرح زارت الخوئي في 19/11/1978 للميلاد. تاريخ صدور هذه الرسالة 24/12/1978 للميلاد. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة وهي مطبوعة بالطباعة الحروفية، لأن النسخة الأصلية التي عرضتها عليكم قبل قليل كانت مكتوبة بخط اليد. هذه هي الرسالة نفسها، لكن الصورة السابقة هي الصورة الأصل للرسالة التي كانت مكتوبة بخط اليد. إنه أتكيت ملوكي سلطاني شاهنشاهي. أقرأ عليكم ترجمتها. حضرة آية الله العظمى حاج سيد أبو القاسم الخوئي دامت بركاته، أملا بعون الله سبحانه وتعالى والألطاف الخاصة لولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، أن يكون جنابكم الغالي علينا بصحة وعافية. شرفني وبكل امتنان خاتم العقيق المزين بالآية الكريمة يد الله فوق أيديهم. إن اهتمامكم الخاص بي ورعايتكم بشارة خير كبيرة وعظيمة، وإني إذ أشكر الله عز وجل وأئمة الحق الذين حرسوني وحرسوا المملكة طيلة حياتي وأيام ملكي، وكانوا دليلا لي في حفظي ونشري مذهب الحق المذهب الجعفري، وحرسوا المملكة والأمة الإيرانية في كل الحوادث السيئة في الماضي والحاضر. مرة أخرى نسأل الباري عز وجل أن يحفظكم في كنفه لكل الشيعة في العالم، وخصوصا الأمة في إيران، ونحن بحاجة دائما إلى دعائكم المبارك. قصر يا وران، هذا هو القصر الملكي، بتاريخ 4/10 1357 شمسي، محمد رضا بهلوي، بالتاريخ الميلادي 24/12/1978 للميلاد. وماذا بعد؟ هناك كتاب، وهو كتاب وثائقي كبير يتجاوز 20 مجلدا، أصله باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية. هذا هو الجزء 15 باللغة الأم، باللغة الفارسية، صحيفي نور. هذا الكتاب يجمع كل الوثائق الخمينية، خطابات الخميني، فتاوى الخميني التي تخص الثورة، بياناته، كل ما صدر عنه جمع في كتاب مفصل يتجاوز 20 مجلدا. في هذا الجزء
الخامس عشر في الصفحة 45 خطاب للخميني بالتاريخ الهجري الشمسي 8/4/1360 هجري شمسي، بالتاريخ الميلادي 29/6/1981. هذا الخطاب أنا سمعته من التلفزيون، كان الخميني يتحدث عبر التلفزيون، وأمامي في الصفحة 45 ما تحدث به الخميني عن الخوئي، فنحن ما بين السيد الخوئي وسيد الخميني. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي كنت أتحدث عنه. في الخطاب الذي أشرت إليه تحدث السيد الخميني كيف أن السيد الخوئي يصف قادة الثورة الإيرانية الخمينية بأنهم حمير، والسيد الخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. نستمع إلى السيد الخميني وهو يحدثنا عن السيد الخوئي. در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است. هل تريدون مراجع اکبر من السيد الخوئي والسيد الخميني؟ فالسيد الخوئي يصف السيد الخميني ومن معه بأنهم حمير،
والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. ونحن نعرف أن الذي همه علفه، همه بطنه، قيمته ما يخرج من بطنه. هذا يعرفه السيد الخميني ويعرفه السيد الخوئي ونحن نعرفه أيضا. إذا لماذا تلومونني حينما أتحدث عن حوزة الحمير مع أنني لا أصفهم بالحمير الحيوانات؟ السيد الخوئي يصف السيد الخميني ومن معه بالحمير الحيوانات، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة بالحيوانات. أنا لا أصف المراجع بالحيوانات، إنما أصفهم بالحمير البشر بحسب منطق القرآن، لأن القرآن حدثنا عن منطقين، عن منطق الأمير اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو منطق الأمير، وعن منطق الحمير الذين تركوا النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الجمعة وذهبوا يستبدلون صوته بصوت الدفوف والطبول، هذا هو منطق الحمير، وهو منطق الطوسيين الذين تركوا دين العترة الطاهرة وراحوا يتمسكون بدين الطوسي الذي هو دين الشوافع والمعتزلة. ماذا تقولون؟ من أين جاءتكم هذه البلية التي اسمها الغزي؟ من أين جاءتكم هذه البلية؟ مو كنتم مرتاحين ومتونسين؟ منين جاءتكم هاي الطرقعة؟ هذا السؤال أنا لا أعرف إجابته، عليكم أنتم أن تجيبوا على هذا السؤال.